ويا رب يا رب يا رب يكتب للسودان كل خير. الوضع في السودان شديد التأزم، بل إنه على ما يبدو وصل إلى مرحلة الخطورة الداهمة، لدرجة أن وزارة الخارجية أصدرت بيانها اللي بتطالب فيه المصريين المتواجدين في السودان بمغادرة السودان وإجلاء عدد كبير من الطلاب. ماذا يحدث في السودان وإلى أين سوف يذهب السودان الشقيق؟ معنا على التليفون الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن السوداني أستاذة سمر إبراهيم، أهلا بيكي. مساء الخير يا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك وبمشاهدينك. مساء النور يا أستاذة سمر. إيه اللي وصل إليه السودان تحديدا، وفي رأيك زي ما بنقول كده في بعض المصطلحات تقدير للموقف؟ طيب، الوضع الآن في السودان يعني بلغ مرحلة شديدة التعقيد. البداية طبعا كانت في 15 إبريل الماضي عندما اندلعت الاشتباكات بين الدعم السريع وقوات الجيش السوداني. الحقيقة أن الحرب مرت بعدة مراحل، لكن المرحلة الحالية في السودان بعد سقوط مدينة مدني اللي هي عاصمة ولاية الجزيرة أصبح الأمر الآن شديد التعقيد وينذر بخطر كبير. لما لها من أهمية، خاصة أنه الإقليم الأوسط في السودان والنقطة الواصلة لجميع ولايات السودان. صحيح. غربا وشرقا وجنوبا. الآن أيضا مع زيادة حالة الاستنفار والتحشيد الشعبي، أيضا هناك خطورة أن تتحول الأوضاع في السودان لحرب أهلية. ولذلك في رأيي بيان الخارجية المصرية النهاردة كان واضح جدا، أن يعني مصر تستشعر زيادة الخطر وفرضية عدم الاستقرار أكثر في السودان، ولذلك حذرت الرعايا المصريين بالعودة سريعا من السودان. بتعتقد يا أستاذ سمر أنه الوضع سيصل لحرب أهلية، ولا أنه هو بالفعل شكل من أشكال الحروب الأهلية؟ يعني الصراع ما بين الجيش السوداني وما بين قوات الدعم السريع دخلت في مسألة كمان الحروب ما بين القبائل والإثنيات. طيب شوفي يا أستاذ يوسف، هو الحقيقة أن الحرب بين الجيش والدعم السريع يعني اليومين دول احنا بنشوف حالة استنفار وتحشيد شعبي. في قبائل ابتدت يعني بتحاول ان يكون يعني الدعم السريع بيحاول الاعتماد على حاضنته الاجتماعية في الغرب في دارفور. هناك قبائل اخرى في الشمال في الشرق في عدد من الولايات الاخرى تحاول ان تدافع عن انفسها ظنا منها او خوفا من اعتداءات الدعم السريع، خاصه ان الدعم السريع عندما يدخل اي مدينه يقتل وينهب ويسرق ويغتصب النساء. دي الحقيقه اللي لازم العالم كله يعرفها. الدعم السريع يعني يقول انه يحارب الاسلاميين ويقول انه يحارب فلول النظام البارد، ولكن هذه ليست حقيقه على الاطلاق، بدليل انه بيدخل ينهب ويسرق ويقتل تمام وينتهك البيوت. وحتى الجيش السوداني عندما وضع شرط اساسي لخروج الدعم السريع من بيوت المواطنين كان على حق شديد. يعني لماذا تدخل بيوت المواطنين وانت تقول انك تدافع عن الديمقراطيه والتحول المدني الديمقراطي؟ احنا مش لسه بنتكلم. الوضع الحالي ليس حرب اهليه بالمعنى الحرفي، ولكن زياده السلاح لدى المواطنين، زياده حاله الاستنفار والتحشيد الشعبي لدفاع المواطنين عن انفسهم ينذر بدخول السودان في حرب اهليه. طيب هنا يجي يمكن خليني هقول لك انه نقطتين نستخدمهم في سؤال، الا وهو موقف القوى المدنيه السودانيه من هذا الصراع، موقف القوى السياسيه السودانيه المدنيين من هذا الصراع، وايضا الفشل المتكرر للقاءات ما بين حميدتي والفريق البرهان. اذا اي مستقبل يحمل للسودان؟ طيب، القوى السياسية من قبل اندلاع الحرب كان هناك انقسام شديد بينهم.
يعني حتى مصر الدولة المصرية حاولت كثيرا وتكرارا ومرارا أن توحد السودانيين على قلب رجل واحد لعدم الدخول لمرحلة الحالية التي تشهدها السودان. ولكن حتى بعد الحرب استمر الانقسام بل زاد أكثر، يعني هناك من اتخذ موقف الجيش وهناك من اتخذ موقف الدعم السريع وهناك من قال أنه على حياد وهناك قطاع الإسلاميين. فيعني الحقيقة إن القوى السياسية ليست موحدة، وفكرة توحيدها في الوقت الراهن كلما مر الوقت كلما ضاعت الفرص أكثر. يعني أنا شايفة إن مهرجان الفرص الضائعة كثير في السودان للأسف. النقطة الثانية، فشل لقاء حميدتي طبعا زي ما حضرتك تابعت النهاردة، المفروض كان في لقاء بكرة في دولة جيبوتي بالضبط. حميدتي ترك هذا الاجتماع واعتذر عنه لأسباب فنية كما قالت الخارجية السودانية اليوم في بيان رسمي لها، وذهب للقاء رئيس أوغندا. هذا اللقاء والاعتذار عنه بهذا الشكل وبهذه الصيغة الحقيقي أنه هو أثار تكهنات عديدة، خاصة مع الحديث الدائم أن حميدتي تم إصابته منذ الأسابيع الأولى للحرب في السودان. فالآن هناك ثلاث تساؤلات، إذا كان حميدتي مات بالفعل، طيب حميدتي لماذا يعني قوات الدعم السريع لا تعلن ذلك صراحة ويعني أي شخص بقى بناء على ذلك يروح؟ إذا كان الأمر كذلك فطبعا لا يعلن، لأنه في هذه الحالة هتنهار الروح المعنوية لدى قوات الدعم السريع، وبالتالي يعني انت عارفه بالتاكيد انه اخو حميدتي هو القائد التالي ليه يعني بالظبط. وده اللي انا بقول لحضرتك عليه، يعني في فرصه ان عبد الرحيم دجلو شقيق حميدتي هو اللي يتولى المفاوضات مع الجيش، لكنه ده مجرد ظن. لكن احنا في النهايه ما هو معروف على الامر في الواقع انه حميدتي اعتذر بالظبط. الظن الثاني وانا بقول لحضرتك بالتكهنات اللي تم يعني اثارتها اليوم، التكهن الثاني طيب اذا كان حميدتي مصابا ومريضا ولا زال على قيد الحياه لماذا لا برضه يوكل شخصا اخر عنه؟ طيب اذا كان حميدتي على قيد الحياه بالفعل وصحته بخير وكل حاجه، لماذا ترك الاجتماع الذي اكد لمنظمه الاجابه انها على استعداد للقاء قائد الجيش في جيبوتي؟ طيب ده اللي بيخليني اسال، مستقبل السودان ايه على الاقل؟ مش طبعا مش في المدى القريب ولكن على الاقل في المدى المتوسط. والله يا استاذ يوسف في ظني اذا لم تحدث مفاوضات في اسرع وقت، واذا لم يحدث اتفاق على وقف اطلاق النار في اسرع وقت، يعني خاصه ان انا برضو حابه اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا، سوف يكون مستقبلا حالكا ان لم تبدا بالضبط. المفاوضات في اسرع وقت مستقبل حالك يعني. ربنا يستر، ربنا يستر. أنا بشكرك جدا أستاذة سمر إبراهيم الصحفية المتخصصة في الشأن السوداني.